السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعلم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى شرح تطبيق جد مهم لتعليم دوائر الكهربائية. من خلال هذا التطبيق تقدر ترسم دوائر كهربائية وأيضا تجربتها، يعني هل تمشي ولا ما تمشيش. إذا هذا التطبيق سبق لي وأن شرحته سابقا، بصح كاين بزاف الإخوان اللي قالوا لي إذا تقدر تعاودنا، وأيضا قالوا لي التطبيق يعني اللي ولم لتعليم دوائر الكهربائية. إذا هذا التطبيق يعني مليح بزاف بزاف، سواء كهربائي أو يعني مبتدئ، يعني هذا التطبيق ضروري لأن تقدر ترسم دارة كهربائية ثم بعد ذلك تجربها تشوف هل تمشي ولا ما تمشيش. إذا كالعادة ربي التطبيق تلقوها أسفل هذا الفيديو، ثم بعد ذلك تحملوا هذا التطبيق تخرج لكم الأيقونة الخاصة به بهذا الشكل، إذا واسمه سيميلاري، إذا ضغطوا عليه كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة تخرج لكم الواجهة الخاصة به بهذا الشكل. إذا كما راكم تلاحظوا لهنا، إذا في الجهة اليمنى الفوق تلقاو يعني على شكل لا ديسكات فيه زائد، إذا نضغطوا عليها باش نبداو طريقة الرسم، يعني يعطيني أدوات باش نرسم دوائر كهربائية وأيضا طريقة التجريب بها. إذا أول شيء نبداو من هذا المكان، إذا نكتب بلاي، إذا هذا المكان اللي نقدروا نجربوا فيه دوائر الكهربائية اللي رسمناها. إذا هذا على الشكل لاكلي، إذا نبدلو، إذا لهنا فيو، إذا الآن نرسموا دارة صغيرة هكذا باش يعني تقدروا تستعملوا هذا التطبيق يعني بشكل جيد. إذا كما راكم تلاحظوا لتحت نلقاو جميع عناصر اللي نستعملوهم في دوائر كهربائية كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة، سواء كونتاكتورات أو تماسات أو محركات أو يعني أي شيء اللي تحتاجه تلقاوها لهنا لتحت في الرموز الكهربائية. إذا مثلا حنا نبداو نرسمو الدارة صغيرة، إذا أول شيء نحتاجه في الدارة الكهربائية يعني الطاقة أو الكهرباء، إذا نحتاجه إلى النتر مثلا، إذا كما راكم تلاحظوا، إذا كي نضغطو عليه برك يعني يجيني، ثم بعد ذلك نجيبو اللافاز أو الطاور كما راكم تلاحظوا. إذا مثلا حبيت نغير هذا يعني ندور ولا نبدلو، إذا كما راكم تلاحظون نضغطو على هنا على روطات في هذا المكان. إذا مثلا إذا حبيت ندير اللفاز الخاص بي في هذا المكان مثلا، ثم بعد ذلك نروح نسيليكسيوني في الناتر أو الحيادي، نفس الشيء يعني نديروه في المكان اللي حبيت بهذا الشكل. إذا الآن جبت الطور والحيادي، ثم بعد ذلك الآن نروحو نجيبو مثلا بوبينة تاع الكونتاكتور. إذا كما راكم تلاحظون لهنا كاين كا كا أم إلى غير ذلك من الأشياء اللي تحتاجهم. إذا مثلا نجيب أنا الكونتاكتور رقم واحد كما راكم تلاحظوا، إذا نسيليكسيونيه نديه وين حبيت بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة. إذا تقدروا تكبروا كما راكم تشوفوا كما حبيتوا، إذا تقدروا تصغروا أيضا. إذا الآن نصغر ثم بعد ذلك نشوفوا الدارة الخاصة بنا، مثلا نزيد نجيب لي كونتاكت، مثلا نجيب ديجونكتور ولا اي شيء اللي تحتاجوه. اذا مثلا لو بوتون بوسوار او مفتاح الضغط الاس واحد بهذا الشكل، اذا نجيبوه الى هذا المكان، نجيبوه لو بوتون بوسوار تاع لاري او للايقاف كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره، اذا واحد مفتوح واحد مغلوق في حالته العاديه. اذا الان نصغر شويه باش نجيب هذا البوبينه لتحت، ثم بعد ذلك نزيد نجيبو الكونتاكت دو مانتيان الى هذا المكان كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره. اذا الان نركوردي هذه الداره صغيره. اذا طريقه الربط بين هذا العناصر سهله بزاف بزاف، اذا نكبر، اذا كما راكم تلاحظوا نجيب اللافاز نروح نضغط عليه كما راكم تلاحظوا دار مربع باللون الازرق، ثم بعد ذلك نروح نضغط في يعني لو بوتون بوسوار كما راكم تلاحظوا، اذا هو يعني يراكورديه اوتوماتيكمون. اذا كما راكم تشوفوا، اذا هذه هي طريقه الربط. ثم بعد ذلك نروح نجيب النتر، اذا الان نصغر الدارة الخاصه بي بهذا الشكل، اذا نجيبوا النتر لهنا، اذا كما راكم تلاحظوا مثلا اذا مثلا نزيدو نجيبو ايضا مصباح صغير
باش نفهمو كيفاش يعني يمشي هذا التطبيق. ثم بعد ذلك نزيد الكونتاكت اوفر اوروبو او اللي مفتوح في حالته العادية بهذا الشكل، اذا اللي هو هذا كما راكم تلاحظوا. اذا الان ايضا نربط هذا الكونتاكت مع بعض، كما راكم تلاحظوا الان بقى لي غير نوصل النتر او الحيادي الى هذا المكان. اذا نزيدو نجيبو المحرك مونوفازي مثلا، نجيبو محرك لهنا يعني يمشي بلا فاز والنتر، ثم بعد ذلك نجيبو الكونتاكتور يعني اطراف كما راكم تلاحظوا. اذا يعني نجيبو خير المحرك ثلاثة فاز باش نجيبو ديريكتومون. اذا هذا هو، نجيبو ايضا ثلاثة اطوار يعني لا سورس، او نجيبو الاو الدو التروا الان، اذا ال2 معليش. اذا كما راكم تلاحظوا نجيبو ايضا ال3 او لافاز نيميرو 3 بهذا الشكل. اذا كما قلت لكم انتم يعني انا حكمت التليفون تاعي يعني بيزاج هكذا باش تشوفوا مليح. انتم تقدروا تستعملوا التليفون تاعكم بشكل اخر باش يكون المكان. اذا الان وصلوا هذا المحرك مع هذا الكونتاكتور بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا. اسمحوا لي اذا لهنا جبت الديجونكتور، لازم نغيرو بالكونتاكتور. اذا هذا هو الكونتاكتور كأم واحد، اذا نكبر شويه باش نسهلو باش ما نطولوش لا فيديو تاعنا. اذا لهنا من خلال هذا التطبيق يعني تقدر كيفاش يعني كيفاش يكون الكونتاكتور الخاص بك كي تكسيتي لا بوبين الى غير ذلك. اذا لهنا كما راكم تلاحظوا مكتوب كام ان، لهنا عندي كام ان. اذا هذا لي كونتاكت نسيت برك، لازم يكونوا اذا حبيتوا تغيروا مثلا لهنا ك هذا كواحد، هذه لازم نضغطوا عليه نسيليكسيونيو، ثم بعد ذلك نضغطوا على بارامتر لهنا. اذا كي نضغطوا على الطاج نغيروا من مثلا اذا حبيت لهنا مكتوب ك مثلا نديرو كام ولا، اذا حنا المره الاولى كان مكتوب ك واحد، الان نغيروه نرجعوه لك ام واحد. اذا حنا نحتاجو ك ام واحد لان هذه البوبينه مكتوبه ك ام واحد. اذا هذا نزيد نغيرو في الك ام واحد هذا ايضا كيف كيف. اذا لازم عفوا ماشي اثنين ك ام واحد. الان كما راكم تلاحظوا راني خلصت الدارة الكهربائيه الخاصه بي. اذا الان نضغطوا لهنا باش نشوفوا نسيو الدارة الخاصه بنا. اذا اذا حبينا نشعلوا هذه الدارة ما علينا غير نضغطوا على اس واحد كما راكم تلاحظوا نشوفوا الدارة تاعنا شعلت. اذا ك ام واحد نلاحظوا هذه البوبينه بدلت اللون يعني راهي شعله. الان عندنا هذا المصباح ايضا ولا باللون الاحمر يعني شعله. نشوفوا هذا المحرك ايضا ولا باللون الاصفر كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره. اذا اذا حبينا يعني نطفيو هذا المحرك ما علينا غير نضغطوا على الاس. اذا ما يحبش يطفي. اذا كما راكم تلاحظوا راني درت هذا المشكل يعني قصدا باش يعني تشوفوا باللي كي نديروا يعني مشكل في الدارة الكهربائيه يعني نشوفوه من خلال هذا التطبيق. علاش؟ لان كاين فيه يعني مشكل من في هذا الدارة الكهربائيه. علاش؟ لازم يعني هذا من هذا الكونتاكت او التماس كام واحد والبوطون اري لهنا، هذا البوطون اري لازم يكون
الفوق كامل. اذا يعني عندنا هذا لاشوت او هذا يعني السلك باللون الازرق لسيليكسيون تدرك، ما لازمش يروح الى هذا المكان، لازم يروح للتحت. اذا نسيبريميه، نشوف نبدل المكان، نشوفوا كيفاش يعني تبدل الحاله. اذا كما راكم تلاحظوا الان نعاود ونشوفوا يعني هل تمشي ولا ما تمشيش. اذا كما راكم تلاحظوا الان نشوفوا، اذا ضغط راه كل شيء يمشي. اذا ضغط على الاسنان نشوفوا كما راكم تلاحظوا راه كل شيء اطفى. اذا كما راكم تشوفوا نشعل نطفي نورمال. اذا الى هذا لقد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، اتمنى انني وفقت في الشرح. اذا لديكم اي سؤال كتبونا في الكومنتير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته للحلقه القادمه ان شاء الله.